الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: صمت أحد الأيام قضاء وأفطرت بسبب ألم في أسناني، وأريد أن أصوم من اليوم الآخر، فهل علي قضاء اليوم الذي أفطرته؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن القضاء كالأداء، وبما أنه لا يجوز لك أن تقطع صوم يوم من رمضان إلا بعذر، فكذلك يقال في يوم قضائه لا يجوز لك أن تقطع يوم القضاء إلا بعذر. وبما أنك تقول إنك أفطرت في يوم القضاء بعذر وهو ألم أسنانك، أسأل الله عز وجل أن يشفيك منه ويعافيك، فما عليك يا أخي إلا أن تقضي هذا اليوم، أقصد اليوم الذي من رمضان. وأما اليوم الذي أفسدته فإنه لا يلزم أصله، فحينئذ لا يجب عليك إلا أن تقضي ما وجب عليك قضاؤه من رمضان فقط. فإذا كنت قد أفطرت يوما أو يومين من رمضان، فيجب عليك أن تقضي يوما أو يومين من غيرها، من عدة أيام أخر، فعدة من أيام أخر. فإذا طرأ لك عذر وأفسدت يوم القضاء، فإن قضاء رمضان لا يزال باقيا في ذمتك، وهذا اليوم الذي أفسدته لا يلزمك قضاؤه بعينه لعدم وجوب أصل صومه، وإنما يبقى في ذمتك اليوم الذي أفطرته في رمضان، والله أعلم.